قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. إذا أردنا أن نضع قائمة بأفضل صفقات الميركاتو الشتوي الماضي، فبلا شك سيكون على رأسها بطل هذا الفيديو، البرتغالي برونو فرنانديز، صاحب 25 عاما. لم ينتظر حتى يتكيف مع أجواء البريمير ليج كما يقال عادة، فبرز منذ اليوم الأول له بقميص مانشستر يونايتد وصنع نقلة نوعية في تشكيلة الفريق بالكامل. سجل 6 أهداف وصنع 5 في 9 مباريات بالبريمير ليج، فأصبح بذلك أكثر من ساهم في تسجيل الأهداف منذ قدومه، ومعه لم يعرف يونايتد طعم الهزيمة على الإطلاق. في هذا الفيديو سنقدم لكم 10 حقائق عن برونو فرنانديز، نشأته وسر وشم الرقم 8، لماذا رفضه زيدان وريال مدريد، وكيف كان كريستيانو رونالدو سبباً في انتقاله إلى يونايتد، وتفاصيل شجاره مع بيب غوارديولا ومثاله الأعلى وإنجازاته وأشياء أخرى نتعرف عليها سوياً في هذا الفيديو ضمن سلسلة حقائق عن نجوم الرياضة على قناتكم ميدسبورت، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. مولده ونشأته. اسمه بالكامل برونو ميغيل بورغيس فرنانديز، ولد في 8 سبتمبر 1994 بمدينة مايا البرتغالية. والده كان لاعب كرة قدم سابق، لكنه لم يستطع اللعب في أعلى المستويات فترك اللعبة واتجه للعمل بمهن أخرى لتوفير حياة أفضل لعائلته، ووالدته كانت ربة منزل. أما طفل برونو فقد كان متيما بكرة القدم منذ نعومة أظافره، وحلم دوما بأن يصبح لاعبا محترفا، فكان عادة ما يمارس الكرة مع شباب من مختلف الأعمار والأحجام، وفي أوقات أخرى كان يلعب مع شقيقه الأكبر ريكاردو وأبناء عمومته في ملعب قريب من المنزل. ويقول برونو: والدي وشقيقي كانا يلعبان كرة القدم، لذا أعتقد أنني أسير على خطاهما. في بعض الأحيان كان والدي يركلني قليلا أثناء اللعب، وذلك من أجل إعدادي جيدا. شغف برونو بالكرة كان واضحا للجميع، لدرجة دفعت شقيقه ريكاردو للقول: برونو لم يكن لديه خطة بديلة، إما كرة القدم أو لا شيء. مسيرته الكروية. بعمر 8 نجح برونو في الالتحاق بأكاديمية نادي إنفيستا البرتغالي، وهناك قضى 2 قبل أن ينضم عام 2004 إلى أكاديمية نادي بوافيستا، حيث تطورت قدراته بشكل كبير قبل أن تتاح له فرصة الانتقال إلى شباب نادي نوفارا بالدرجة الثانية بإيطاليا وهو بعمر 17. ولم يمضي سوى أسابيع قليلة حتى تمت ترقيته إلى الفريق الأول، وفي صيف 2013 استغل أودينيزي الملكية المشتركة له مع نوفارا وأعلن عن ضم اللاعب. وهناك لعب فرنانديز 95 مباراة على مدار 3 مواسم، سجل خلالها 11 هدفا. وفي 2016 قرر سامبدوريا التعاقد معه ليقدم اللاعب أداء رائعا للغاية كان سببا في انتقاله إلى سبورتينغ لشبونة بعد موسم واحد. وهناك واصل برونو تألقه على مدار 2.5 سنين، حيث سجل 64 هدفا في 137 مباراة قبل أن ينجح مان يونايتد في خطفه خلال الميركاتو الشتوي الماضي. أما على الصعيد الدولي مثل برونو جميع الفئات السنية لمنتخب البرتغال بما فيها المنتخب الأول الذي تواجد بين صفوفه في مونديال 2018، وحتى الآن دافع عن ألوانه في 19 مباراة دولية. حياته العاطفية. وقع برونو فرنانديز في غرام فتاة برتغالية تدعى آنا بينهو، كان قد تعرف عليها وهو بعمر 16 عام 2010، حيث كانا يدرسان سويا بالمرحلة الثانوية ونشأت بينهما علاقة حب. توجها الثنائي بالزواج عام 2015، ثم أنجبا ابنتهما الوحيدة ماتيلد في يناير 2017. ولطالما حرصت آنا زوجة النجم البرتغالي على تقديم الدعم له طوال مسيرته الكروية وحتى الآن، فخلال فترة تواجد فرنانديز بإيطاليا وجد صعوبة كبيرة في تعلم اللغة والتكيف مع الأجواء، نظرا لأنها كانت المرة الأولى له التي يتواجد بها في بلد مختلف وبيئة مختلفة عن تلك التي نشأ بها. وحينها طلب من صديقته الانتقال لإيطاليا لمساعدته على الاستقرار، فلم تتردد آنا وتركت دراستها بالبرتغال من أجل مرافقة برونو في مغامرته بإيطاليا. رفضه ريال مدريد.
خلال فترة تواجده في سبورتينغ لشبونة، بصم برونو فرنانديز على مستويات مميزة للغاية، ما جعله محط اهتمام أندية أوروبية عديدة في الصيف الماضي، وكان من أبرزها ريال مدريد الذي تصدر السباق في ذلك الوقت، ووصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع اللاعب وناديه. بل إن بعض الصحف العالمية أكدت آنذاك حسم الميرينغي للصفقة بالفعل مقابل 70 مليون يورو، وانتظر الجميع إعلان النادي عن التعاقد مع اللاعب، لكن ما حدث كان إعلان سبورتينغ لشبونة بقاء برونو بين صفوفه، وحينها خرجت كافة الصحف الإسبانية لتؤكد أن مفاوضات الريال كانت جادة بالفعل، لكن الفرنسي زيدان طلب من فلورنتينو بيريز صرف النظر عن الصفقة في اللحظات الأخيرة، وأكدت تلك الصحف أن زيزو يرى برونو لاعبا رائعا، لكنه ظن أن الفريق ليس بحاجة لخدماته في ظل وجود إيسكو واقتراب عودة ماركو أسينسيو من الإصابة، مفضلا الانتظار وتوفير المال لمحاولة التعاقد مع هدفه الأساسي بول بوغبا في الصيف التالي. فشل انتقاله لتوتنهام. في بداية الميركاتو الصيفي الماضي وقبل أن يذهب ريال مدريد من أجل برونو فرنانديز، كان توتنهام قد تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب قبل أن تتعثر المفاوضات في نهاية المطاف. ويقول النجم البرتغالي: أول ناد حاول ضمي هو توتنهام مع موريسيو بوكيتينيو، وكل الأمور كانت تسير بشكل جيد، أو تحديدا كان يجب أن تكون كذلك. لم أشترط أبدا مطالب كبيرة، لكنني لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. ربما اعتقدوا أن المبلغ الذي طلبه سبورتينغ كان كبيرا جدا في تلك اللحظة، وفشلت الصفقة. وأضاف: في يناير الماضي جاء عرض مانشستر يونايتد وجاء توتنهام مرة أخرى، لكني عندما علمت باهتمام مانشستر أردت فقط التحدث إليهم. مانشستر كان فريق أحلامي في إنجلترا، لذا أنا سعيد لأنه كان لدي الفرصة للذهاب إلى فريق لطالما حلمت به. ألقابه وإنجازاته. على الصعيد الجماعي فاز برونو فرنانديز بأربعة ألقاب، ثلاثة منها بقميص سبورتينغ لشبونة، عندما توج بكأس البرتغال مرة وكأس الدوري البرتغالي مرتين، ولقبا مع المنتخب البرتغالي الذي كان بطلا لدور الأمم الأوروبية بالعام الماضي. أما على الصعيد الفردي فحقق برونو إنجازات عديدة، أهمها جائزة لاعب الشهر في الدوري البرتغالي 7 مرات، وجائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي مرتين على التوالي عامي 2018 و2019، وأفضل لاعب في نادي سبورتينغ لشبونة مرتين في نفس العامين، كما تواجد في تشكيلة المثالية للدوري الأوروبي موسم 2017-2018. ومؤخرا فاز مع مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج خلال شهر فبراير المنقضي. الوشوم. حتى الآن لا يبالغ برونو فرنانديز في وضع الوشوم كما هو حال العديد من نجوم اللعبة، فنجم مانشستر يونايتد يمتلك وشمين فقط على ذراعين. الأول على ذراعه الأيمن يتكون من حرف F ورقم 8، ويرمز F إلى لقب عائلته فرنانديز، أما رقم 8 فيمثل أهمية كبيرة لدى النجم البرتغالي، حيث يرمز ذلك الرقم إلى يوم ميلاده، فقد ولد برونو يوم 8 من سبتمبر عام 94، وكانت بدايته مع ذلك الرقم كتقدير لوالده، حيث أن والده كان يرتديه كلاعب قبل أن يتخلى عن اللاعب مجبرا لإعالة أسرته. ومع القميص رقم 8 حقق برونو نجاحا هائلا في سبورتينغ لشبونة، ليرتبط البرتغالي عاطفيا بهذا الرقم قبل أن يعوضه بشكل مؤقت بالرقم 18 في مانشستر يونايتد، وذلك لأن الرقم 8 لا زال محجوزا من قبل خوان ماتا. أما وشم الرقم 23 على ذراعه الأيسر فيشير إلى الرقم الذي حصل عليه بعد استدعائه لأول مرة لمنتخب البرتغال الأول أمام جزر فارو عام 2017. جوانب أخرى. معروف عن فرنانديز تواضعه وطباعه الشخصية المحببة، لذلك نجح في تكوين صداقات عديدة في الوسط الكروي، كما أنه يحرص دوما على التركيز على تدريباته وتجنب أي شيء من الممكن أن يعيق مشواره الكروي، حيث يفضل الابتعاد عن السهر وشرب الكحول والتدخين. وبخصوص هواياته خارج المستطيل الأخضر، فهو يحب ألعاب الفيديو ومشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية، بالإضافة لقضاء بعض الوقت مع أصدقائه وعائلته وارتياد الشواطئ. أما عن مثله الأعلى، اختار فرنانديز قائد برشلونة السابق أندريس إنييستا كمثل أعلى له، ويقول نجم اليونايتد عنه: أحببت دائما مشاهدة إنييستا والسير على خطاه، هو مزيج من مركزي 8 و10، لقد تعلمت منه الكثير عن طريق متابعة مبارياته عندما كنت صغيرا. شجار مع بيب غوارديولا. في مارس الماضي وخلال مباراة جمعت مان يونايتد بمان سيتي في الجولة 29 للبريمير ليج، التقطت الكاميرات واقعة مثيرة بين الإسباني بيب غوارديولا وبرونو فرنانديز عندما غادرت الكرة خارج خط التماس،
وحينها أمسك غوارديولا الكرة وتظاهر بأنه سيلقيها إلى برونو قبل أن يرميها إلى لوكشاو في موقف استفزازي. وعقب هذه الحركة تبادل الطرفان بعض الكلمات، ليقوم فرنانديز بعدها برفع سبابته على فمه في إشارة إلى غوارديولا بالصمت. وقد علق النجم البرتغالي على ذلك الموقف قائلا: أحترم بيب كثيرا، ولكن في تلك اللحظة لم يظهر لي أي احترام، إذن لماذا يجب أن أحترمه؟ الناس يتحدثون ويسألون من هو برونو لكي يفعل هذا مع غوارديولا، لكني لا أعرف كيف أصمت، لقد أغضبني بشدة حينها. علاقته بكريستيانو رونالدو. يتمتع فرنانديز بعلاقة رائعة للغاية مع مواطنه كريستيانو رونالدو بحكم تزامنهما سويا في صفوف المنتخب البرتغالي. وقد سبق لمهاجم يوفنتوس أن أشاد باللاعب خلال فترة تواجد الأخير مع سبورتينغ لشبونة، مؤكدا أنه مندهش من عدم تواجده بصفوف فريق أوروبي كبير على الرغم من امتلاكه لقدرات مبهرة. أما برونو فتحدث عن علاقته برونالدو أيضا ودوره في الانتقال لمان يونايتد قائلا: حبي لمانشستر يونايتد بدأ عندما كان كريستيانو لاعبا هنا. عندما تبدأ في رؤية مبارياته مع الفريق وترى أنه فاز بكل شيء، كنت أحلم بأن أكون هنا لتكرار ما فعله، وعندما جاء عرض اليونايتد لم أفكر مرتين وكان القرار سهلا. وأضاف: تحدثت عن مانشستر يونايتد معه وقال لي أنه بدأ يعيش حلمه هنا. برونو أشار أيضا بعد إتمام الصفقة إلى أن البعض في مانشستر سألوا رونالدو عن رأيه بشأنه، وقال: علمت أنه أشاد بي وقدم توصية للإدارة من أجل ضمي، وأرسلت رسالة له أشكره فيها على ما فعله من أجلي. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.